صباح الخير الجرايد. صباح النور يا أصيل. مالك يا أصيل؟ أبدا يا ستونه ما فيش حاجة. باين عليك تعبانة يا أصيلة، طب ما تروحي. أنا تعبانة من اللي في البيت يا سي حسام. عمر برضو؟ أيوة يا ستي، راجع امبارح الساعة 4 الصبح وكل يوم على الحال ده. خالد مسكه وضربه وقامت حريقة في البيت. طب بيروح فين بس؟ بيقول بيذاكر مع أصحابه. الولد ده محتاج حد يقعد معاه ويعقله. اقعدي يا أصيلة اقعدي. والله غلبت معاه وخايفة لا يسقط السنة دي، وأنا بقولها سنة تعدي من ورا ظهري وتشيل الحمل عني. بعد إذنك يا بابا، أنا افتكرت حاجة مهمة قوي لازم أروح أعملها. عن إذنك. خلي بالك وأنت سايق. حاضر. اسمعي يا أصيلة، أنا ونهى هنجيلك الليلة نقعد معاكي شوية وندرد شوية يمكن. تنور وتأنس يا سي حسام. طب تفتكري هو هيكون موجود؟ ما أخوه نبه عليه الصبح قال له ما تحركش. على الله يسمع الكلام. ربنا يهديه يا ست نهى. تسمح لي اتكلم معاك في حاجه تخصك شويه؟ اتفضل يا سيدي. الاول انا عايزك تعرف انت غالي عندي قد ايه يا عمر. تشكر يا سيدي. ها عايز تتكلم معايا في ايه؟ مامتك يا عمر. مالها؟ يعني لازم تقدر تعبها وشقاها شويه. ده واجبها. وبعدين بقول لك ايه؟ انا ما بحبش حكايه المعايره بتاعه الاهل ديت بالعمر اللي راح والشقه والكلام الفارغ ده. محدش بيعايرك يا عمر، انا بلفت نظرك بس. وصلت الرساله يا سيدي. في حاجه تانية عايز تقولها؟ اه في مستقبلك. انا عارف مستقبلي كويس قوي. والله ما بيتهيأليش. نعم. شوف يا عمر، اللي مش راضي بحاله لازم يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يغير حاله اللي هو مش راضي عنه ده. عليك نور. انا بقى بحاول اغير حالي. ازاي؟ هاجر اوروبا. تهاجر؟ تهاجر يا عمر، مش يا ابني لما تخلص كليتك ما تفوق بقى من اللي انت فيه ده. انا فايق كويس. وبقولك ايه، كفايه كلام لحد كده يا عمر. اللي عايز يغير من نفسه ده. بقولك ايه، وفر نصايحك لنفسك بقى يا ابني. افهم بقى، انت لو سقطت سنه السنه دي انت اولى بيها يا اخي. حرام عليك نفسك، حرام عليك والدتك. اه قول بقى انك جاي تقطمني بوالدتي. انا برضو يا عمر جاي اطمك بوالدتك. ده اصيله دي هي اللي مربياني، يعني زي والدتي بالظبط. انت فعلا الكلام معاك ما يجيبش اي نتيجه. ايوه اصلا عندي، فخليك في حالك. ماشي يا عمر، هخليني في حالي. سلام. انا عايز مصلحتي. قال أمي دي غريبة أوي. هي كمان راحت تشتكي لهم ومكانهم بقيت أهالينا.